هم الاتفاق مع جوهرة بيب. بالمناسبة نحييهم ونحيي أختي نجاح اللي هي معناتها اللي شدت لي كل شيء وهي اللي دخلت لي جوهرة بيب. عندنا بعض المعطيات اللي هي حوصلة على اللي صار في 2018 واستشراف 2019. هذا موعد سنوي. شنو اللي خرج من المدركات التونسيين حول الوضع العام في تونس؟ أول شيء هو كونه فما بعض ما من التشاؤم. 89% من التونسيين يروا أن البلد تونس ماشية في طريق الخطأ. هذا مؤشر أول. بالنسبة للمعطيات اللي هي تهم الحياة اليومية مع تونسي، تونسي يرى أنه في 2018 الحياة بتاعه من ناحية خاصة الاقتصادية والمالية متاع الأسرة الوضعية تدهورت. كانت قرابة 70 حتى 80% من التونسيين يقولوا كونه كانت أصعب سنة 2018 من 2017. لكن وهذا مؤشر يمكن معناتها بسيط من الأمل، هو قرابة 50% من التونسيين ضد 40%، 50% يقولوا أنه 2019 باش تكون يمكن أحسن من 2018.